قول لنا الكبير اسماء، عرف الناس الاسماء جيل دي. الثمانينات بقى يعني كله. بص يعني عندك كان موجود طاهر ابو زيد، علاء ميهوب، كل ده فرقت 20 سنه، محمود صالح، حمدي ابو رادي، ضياء السيد، حشيش، اسامه عباس، انا مش عايز انسى حد، يعني ناس كتير جدا. كل طبعا دول، في ناس كملوا، كل دول في فرقه 20 سنه، بس طبعا في ناس كانت سابقه في اللعب زي طاهر وعلاء ميهوب، كانوا بيلعبوا مع كالوتشاي وطاهر كمان كان بيلعب مع هيدكوتي، بس هو في الفرقه دي. اوكي، وفي ناس كانت بتطلع وتنزل في مع الفريق الاول زي الناشئ. ودخلت النادي الاهلي، ومن يمكن من الناس او اللعيبه اللي حققت ريكورد او حتى يعني عدد ماتشات زي ما قلنا كبير جدا، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، وكاس العالم طبعا يعني هنجيب في 90 بس. ودخلت النادي الاهلي سنه 81 لحد 99 تقريبا. ايوه، من اطول الفترات يمكن يعني اللي قضيتها حقيقي. يعني انا 81 لعبت تحت 20 سنه. وجه كابتن محمود الجوهري كان مسك الفريق سنه 82، الفريق الاول. ايوه، فبرضه يعني تصعد يا نمشي، ما خلاص، ما هو انت بتيجي بصلي بقى السن دوت، يا بتتايدي في الفريق الاول يا النادي بيديك استثمار. رحمه ايد حضرتك اتايد، بس برضه بصعوبه، انا مش عايز اطول في الموضوع ده، كده هنخلص الموضوع. عايزين نعرف برضه اصل يعني. او اول لقاء مع كابتن جوهري كمان، وكابتن جوهري ليه ذكريات كتير معانا يعني، فاهم؟ ودي عمليه، خلي بالك، عمليه انتقاليه في حياه طبعاً. البني ادم يا هتروح طريق تاني يا هتكمل. مظبوط. فالمرحله انك يا اما تروح فريق اول يا اما تمشي، فدي مرحله صعبه. عايزين نعرف طبعاً. انت خطاها ازاي، او كانت التجربه فيها ازاي؟ ده انا غيرت الدراسه عشان الكوره والله. لا والله يا والله بلا، لو فضلت احكي كده اوعى تقول الحكايات دي، حكايتها في حته تانية، دي بس اهم حاجه يعني. لا طبيعي، تاريخه كبير وقعد يعني مع ناس كتير. طبعا هو الكابتن محمود الجوهري جه بقى في نهايه السنه، هو ما كانش عارفني، فهيختاروا اللعيبه المميزه من الفريق ال 20، وهو كان ماسك الفريق الاول. فالكابتن احمد ماهر طبعا قال له، كابتن انور سلامه كان رغم انه ما كانش مدربي بس كان ماسك فريق 17 سنه، وقال له كابتن فؤاد شعبان، انا ما كنتش اعرفه، كل دول رشحوك انك ده الكابتن زيزو كان مدير الكوره مع كابتن جوهري، هو اللي حكى لي القصه بتاعت كابتن فؤاد شعبان. يعني قابله مره في النادي، ما اشوف بقى اوريك حب المدربين حتى لو هو مش فرقته يعني، هو بس بيشوف لعيب مميز في النادي. فخلي بالك يا كابتن، في لعيب مثلا في ال 16 كده، كان على ايامنا كده يقول لك فرقه 15 فيها فلان وفلان. أيوة. فرقه 14 فيها فلان وفلان. فالكابتن زيزو دي كان حكاها لي قريب، قال لي ده كابتن فؤاد شعبان مره قابلني في النادي في الجنينه وبيقول لي على فكره في ولد اسمه اسامه تحت في ال 20 سنه، خدوا بالكم منه. فحكاها لي قريب يعني من سنه لما كنت او سنتين كنت شغال معاه في الفريق الاول في النادي الاهلي. ف كابتن جوهري بقى جاب 5-6 لعيبه من اللي هم بتوع 20، وكان مسافر المانيا ومحضر 30، كان القيد 30 للفريق الاول، ومسافرين هم المانيا معسكر. هو بيشوفنا كده بس يعني، عشان الناس قالت له في لعيبه بص يعني بص بص كده لا يتعدى 5 دقايق و10 دقايق. عمل تقسيمه صغيره كده يعني، عدد ضد 4 ضد 4 كده، وشافني وراح بعد التمرين لقيته بيكلمني بيقول لي على فكره انا خلاص ال 30 اللي احنا حطيناهم انا مسافر بيهم المانيا بعد بكره معسكر، اوعى تمشي من النادي غير لما نرجع من المانيا. فانا قلت بس هو يعني بيقولها لي بطريقه يعني خلاص هو رايحين. فعلا راحوا اسبوعين في المانيا، وانا ابتديت بقى ادور على انديه تانية. رحت دمياط ورحت ده في دماغك انك تلعب يعني في انا في دماغي طبيعي. طبعا خلاص طبيعي. هدف المهم هو رجع من المانيا وراح، لقيت بقى سمع بس كان ساكن في الحي عندي، لاعب النادي الاهلي والاسماعيلي، بيناديني وكابتن جوهري عايز بعد اسبوعين. رحت لقيت نفسي بقى دخلت من 82 الجيل بقى بتاع زي ما قلت لك الكباتن هم خطيب مصطفى، عبده، مصطفى يونس، مرام، كل دول، محمود صالح، شوبير جيل يعني جيلي، بس انا اقصد كانوا موجودين طاهر وعلاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مش عايز انسى حد، عامر، خالد جدالة، كل ده الجيل ده. ودخلت يا كابتن هو دخل. قبل النقطه اللي انا برضو انا عمال وحضرتك بتتكلم انا شايف الصوره وعمال يعني كانك بتحكي بعد اسبوعين انت خلاص فقدت الامل وبدات تروح على انديه ثانيه. الخبر بقى لما جالك لا ده الكابتن جوهري ما نسيش، ده الكابتن جوهري جاي وبيقول فين اسامه اللي انا كنت سايبه هنا، هو راح فين. فاستقبالك برضو للخبر انك
ده الكابتن جوهري كمان عايزني. فاستقبالك كان ليه ازاي الخبر ده؟ طبعا ما انا مش مصدق، مش مصدق طبعا. انا قاعد في البيت عادي وجاري اسامه جاري لقيته بيندهني، هو كان بقى في الفريق هو. لقيته بيقول لي ده كابتن جوهري عايزك في النادي. انا برضو رايح حتى هو في اليوم ده انا مش هنساه، كان التدريب نزلوا اللعيبه يعني، رحت متاخر يعني على وقت التدريب، لقيته شاور لي وما كلمنيش يعني غير وكده، ودخلت غيرت ولقيت نفسي بقى بجري معاهم في الملعب وبتمرن تسخين وخلاص وبدات تمرن كده. كلمني طبعا بعديها هو كابتن زيزو، واستمريت بقى من 82 لغايه اعتزلت 99، 17 موسم متتالي في النادي الاهلي في الفريق الاول، وده عدد يعني مش فخر ولا حاجه، بس هو عدد اعتقد ممكن ما خمس سبع لعيبه في تاريخ النادي كله. هادي خشبه 17 سنه، هادي خشبه، هادي ممكن يكون لعب قريب من كده بس ممكن يكون اقل سنه. حسام عاشور برضه لعب حوالي 16 سنه، بس انت هتلاقيهم في تاريخ النادي ممكن لا يتجاوزوا مثلا اصابع الايد الواحده. دايما اللعيبه الكبار بيبقى في حياتهم كده يعني ايه، مدرب من المدربين اللي اثروا فيهم قوي، يعني اثر فيك قوي، اتعلمت منه قوي. السؤال ده ليك انت كمان. يمكن هو نقدر نقول انه كابتن محمود الجوهري ربنا يرحمه هو اكثر المؤثرين من المدربين في حياه كابتن اسامه عرابي. مظبوط. في مدربين ودي مش بنقولها كده زي الممثلين ما بيقولوا كل او كلهم اولاد الافلام. أيوة. فهو فعلا كل مدربين اثروا فيه. يعني المدربين بس في حد له حاجه اثروا فينا. مدربين كلهم اللي مروا علينا سواء مصريين او اجانب اثروا فينا جامد، ويمكن بنستفاد حتى واحنا بندرب في حاجات هم يعني بتفتكرها. نفتكرها منهم، سواء في كلام، سواء في محاضرات، سواء في تدريب، في قعده مع لعيب. ولكن هو كابتن محمود الجوهري اكتر واحد بالنسبه لي انا اثر معايا، لانه هو اللي طلعني الفريق الاول وقعدت معاه سنتين ثلاثه، هو اللي خدني في كاس العالم 90. هنحكي دي تجربه يعني انا اقصد هو اكتر محطات المحطات مهمه المحطات الكبيره. انا على سبيل المثال انا كابتن طبعا انور سلامه، لان كابتن انور طبعا سلامه طلع هاني صح. هو يعني دايما مراحل اللعيب تبقى في محطات مهمه جدا في حياته، بدايتها مع الاختبارات وقبوله في الاختبارات، الجزء الثاني لما تنجح في الاختبارات وان حد يقول لك هات الاستماره طبعاً. وانت لعيب في النادي الاهلي، فدي محطه مهمه جدا. والمحطه الاكبر التصعيد من الناشئين للفريق الاول. وطبعا الكابتن انور سلامه ربنا يديله الصحه طبعا، هو مدرب كبير وكان ليه الفضل ان هو زي ما كنت بتكلم يا كابتن اسامه، كان دايما يقول لا في مثلا عمرو انور وهاني رمزي وعبد الجليل دول لعيبه مميزه، وكمان عنده الشجاعه انه ولد عنده لسه 17 سنه او 18 سنه بيتحط وسط فرقه كبيره، فكان عنده ثقه فيا كبير جدا. هو كابتن قهر من الشخصيات اللي ليها تاثير في النادي الاهلي، وليه كاريزما وليه شخصيه وليه راي واضح، مش يعني راجل صراحه طبعًا اثر فينا كلنا طبعا يعني ربنا يديله الصحه طبعا. والكابتن جوهري على طبعا الصعيد الدولي يعني طبعًا. هنتكلم مع كابتن اسامه عن الكابتن جوهري وطبعا والحاجات الكتيره اللي كانت بتحصل معانا، مرحله فارقه افتكر في حياتكم يعني. طبعا اكيد. الـ